هل احنا بقينا مؤهلين دلوقتي ان الحكم الاجنبي يقول اي قرارات يعدي الماتش عادي ولو مصري الدنيا ما تمشيش؟ ما هي دي آفة عندنا كابتن سيف، ان احنا يعني ما فيش حكم كمان بيقنع الجماهير، حكم مصري في أدائه. وحتى في نفس الوقت بعض الاستوديوهات التحليلية التحكيمية بيكون ليها دور في إظهار السلبيات الخاصة بالحكم المصري أكتر من الحكم الأجنبي. الأجانب ده كابتن سمير وكابتن أحمد الاثنين لأول مرة تقريبا اختلفوا في أربع حالات. طب كتر خيرهم كتير. لكن خليني أقول لحضرتك دي جزئية، احنا عندنا كمان الثقافة عند اللاعب المصري وعند المدرب المصري لا يقبل اي قرار او اي خطأ من الحكم المصري، ودي أزمة. الى جانب في نفس الوقت ان لجان الحكام وليست اللجنة الحالية في التوقيت الحالي ما اشتغلتش على ان هي تصنع حكام جدد في الفترات الاخيرة، بنكتفي علشان كده ليه بعض الحكام المصريين لما بيسافروا في افريقيا بيتألق وبنيجي احنا بنشيد بيهم، لان هو بالنسبة للحكم او للاعب او للفرق اللي بيدير مبارياتها هو حكم اجنبي، فبيكون ما عليهوش الضغوط الكبيرة اللي بتبقى موجودة هنا، سواء على السوشيال ميديا سواء ضغوط جماهيرية سواء ضغوط من الاندية. في نفس الوقت ما فيش حماية كافية للحكم المصري من اتحاد الكرة رقم واحد. مهما تقعد تقول لي هتغير الحكم لجنة الحكام، لكن اتحاد الكرة لما بيكون داعم كبير للحكم المصري بيبقى، وانا على الاقل انت من المفترض على الاقل كل خمس سنين تصنع حكم بجد، حكم بمعنى ايه؟ بمعنى جمال الغندور وعصام عبد الفتاح اللي هو مين دلوقتي؟ حتى الان يعني في بعض الحكام، في حكمين يعني بشوف امين عمر حكم جيد، بشوف محمد عادل حكم جيد، دول يمكن الحكمين المميزين المقنعين للجماهير ولهم اخطاء على فكره.